السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، وحلقة جديدة من ملتقى الفكر الإسلامي، والذي يأتي برعاية كريمة من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. الحقيقة في كل حلقة من حلقات ملتقى الفكر الإسلامي نطرح موضوع للمناقشة، وفي هذا الملتقى وفي هذه الحلقة نطرح موضوع خاص بالمشاركة وبالتعاون وبقضاء حوائج الناس، وأيضا فضل قضاء حوائج الناس. كما أخبرنا الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام: خير الناس أنفعهم للناس. والحقيقة في كل أمر وفي كل مرحلة من مراحل التعاون البشري نجد أساس قوي وأساس متين للنهضة وللتعاون وللاستمرارية وللاستمتاع بهذه الحياة. لا نستطيع أبدا أن نعيش في جزر منعزلة أو نعيش بمفردنا. أتشرف في هذه الحلقة من ملتقى الفكر الإسلامي بوجود ضيفي الكريمين فضيلة الأستاذ الدكتور محمد سلامة، الأستاذ بقسم اللغة العربية جامعة حلوان، وأيضا فضيلة الدكتور على الله الجمال إمام مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها أرضاها بالقاهرة. أهلا بحضرتكم، كل عام وحضرتكم بألف خير. الحقيقة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد السلامة، قضاء حوائج الناس وتفريج الكربات، هذا من الموضوعات الهامة جدا. هذه الحياة لا نستطيع أن نعيش فيها بمفردنا، وكما تحدثنا في حلقات سابقة من ملتقى الفكر الإسلامي على ضرورة تدبر القرآن الكريم والقراءة الصحيحة للقرآن الكريم والفهم أيضا الصحيح. كيف أعطى القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة الدور البارز والدور المهم في توضيح قضاء حوائج الناس؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. القرآن دستور حياة، والفترات الكثيرة التي ضعفت فيها الأمة حينما غابت عن القرآن، وأسأل الله ليل نهار ألا نخذل النبي صلى الله عليه وسلم ويقف بين يدي ربه قائلا: إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. كل حرف فيه. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال: اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف حسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف، لينبهنا إلى ليس التدبر فقط، إلى شدة. وأنت لو تأملت كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجدت أن الألف حرف وله دلالات، واللام حرف وله دلالات، والميم حرف وله دلالات. وسأضرب مثلا قد يكون غائبا عن كثير عن بعض الناس، ربما كثيرون يعرفونه لكن أنا أتصور أنه غائب عنه. فرع أمة إبراهيم، الفرق بينهما حرفان: فرع نسب إلى حليم بالحاء، وفرع نسب إلى عليم بالعين، والليم هي هي. وهذا حليم وهذا عليم. هذا حليم إسماعيل قال: يا أبت افعل ما تؤمر. وهذا عليم إسحاق عرفني. والسلالة مش سارت حتى وصل الحلم إلى أعظم من خلق الله على الأرض، محمد صلى الله عليه أفضل الصلاة والسلام. صحيح صحيح. وهذا وصل العلم إلى الافتتان والتحكم في العالم بالمال الذي نراه. صحيح. تمام؟ صحيح. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يقول لا يقصد مسألة يلا نعدد الحسنات زي اللي بيقعدوا كل يوم: هل صليت على النبي؟ نصلي، عايزين نعمل نجمع 100,000 صلاة. لا، أنتم مش فاهمين كلمة صلى على النبي. صح. المسألة مش مسألة الله صلى على النبي. طب نقعد أقول 100 مليون في اليوم.
وانا عمال ابص لدي وعمال اتمنى ده وعمال انقم على ربنا انه سايبني غلبان فقير. وانا هي القضيه الصلاه على الرسول عليه الصلاه والسلام منظومه والقران نظمها صحيح. بس احنا بعدنا عن القران صحيح. منظوم الاول قال هو الذي الله قبل ان يقول ان الله وملائكته يصلون على النبي قال الله هو الذي يصلي عليكم وملائكته يعني ربنا بيصلي علينا احنا كمان وبعدها قال ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلم يبقى موصول صلاه ربنا علينا لابد ان تتصل وجزاؤها وثوابها ان نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يليق به عند ربه لانه بدا قال ان الله فلازم نتخيل الله بيذكره الله بيذكره الله بيشكره الله بيتقبل صلاه الله على النبي تقبله لدعوات النبي تقبله لرجوات النبي تقبله وبعدين جاء في سورة التوبة يا مولانا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي يا محمد وصلي عليهم إن صلاتك منظوم ما ينفعش أمسك أقعد ده ماشي ده إهانة للصلاة على النبي ورقة هل صليت على النبي لا يعني المهم أنا بقول أن القرآن أول ما تبدأ تاخد الرمز اللي قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان تمام؟ طيب لما يجي في سورة المائدة ويقول ويعرفنا تعريف بديع عن النموذج الإسلامي ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا ومرة يقول لك ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا تمام؟ تمام امشي شوية كده بقى ها في سورة التوبة انقضاء حوائج الناس دي مسألة صعبة جدا صحيح جهاد صحيح. حقيقي صحيح إما يجي يقول له يعني شوف هو عمال يكلم المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض كذا وعملوا أنه وأن الله مخزي الكافرين أزل وبعدين يقول له وإن أحد من المشركين استجارك فأجر مش دي قمة قضاء الحاجة وإن أحد من المشركين استجارك فأجره ليه لأنه أب بدل السيف وأمرته أن يقاتل الناس بالسيف والعصايا والجنزير لا يقول لك حتى يسمع كلام الله لأنه ربما كلام الله كان أنفع وأنجع في التأثير فيه وفي تحويله من السيف والعصا ثم أبلغه مأمنة وإحنا مش عارفين قصة اليهودي وعارفين وكانوا الناس وده ده في التراث ده بديع صحيح لما بيروح فهنا ادي القران طبعا لو اردت مثلا ساعطي مثلا انا اسف يا مولانا اتفضل بهديني بفتح لك برضه اتفضل يا دكتور لما يجي وربنا يقول لك ايه ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم شوف التهيئه شوف الإعداد شوف الوصف للأتقياء دول بقى أولياء الله هم صحيح وبعدين يقول لك إيه بقى ها؟ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم صدق الله العظيم فتح الله عليك يا معالي الدكتور كأنه ولي حميم صحيح أليست هذه قضاء وحوائج الله يفتح عليك ادفع بالتي هي أحسن صحيح يعني شوف الرجل مسيء إلي واحتاجني ما أقولش بقى ده أنا لازم أوريه وربيه وأصله عمل وعمل لا ادفع بالذي هي أحسن ويروح جاي مدحه في الأخير يقول لك وما يلقاها إلا الذين صبروا
وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. صحيح. هذا هو الكلام. صحيح. طبقه رسول الله بحذافيره بحذافيره في الحياة. لم يغضب من أحد خاصمه أو شاتمه، لم يمنع خيرا عن أحد، كان يبعث يجيله الهدية يروح يبعث أصحابه إلى جيرانه من اليهود ومن ولا يفرق. وهو أمامنا المثال يا مولانا، القصة المشهورة لما لقى جنازة ماشية ووقف والشاهد. صحيح. صحيح. فاللي كانوا معاه بيقولوا لي يا رسول الله ده جنازة يهود، قال له أليست نفس الإنسان؟ يعني أنا أصل هما مش فاهمين، هما فاهمين إنه مبعوث لهم يا خاص. ربنا القرآن قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وأرسلناك إلا كافة للناس. يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. يعني الرسول. طب في آية بقى بديعة في سورة الملك نختم بيها بقى وندي الفرصة لمولانا نسمع منه برضه نستفيد. بيقول من أبدع وأجمل ما يكون وغائب عن الناس، قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. يعني النبي هيجير الكافرين. سبحان الله. سبحان الله. شفت بقى؟ سبحان الله. يا ربنا يصدق وأرسل لك إلى رحمتك للعالمين. صحيح. آية هي بديها. فمن يجير الكافرين. صحيح. من عذاب أليم. اللهم اجعله رحمة لنا يا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين يا رب العالمين. أشكرك فضيلة الأستاذ الدكتور محمد سلامة، وأنتقل بسؤالي لفضيلة الدكتور على الله الجمال، والسؤال عن سنة الحبيب الرسول القدوة عليه أفضل الصلاة والسلام. كيف نقتدي بالرسول عليه أفضل الصلاة والسلام في قضاء حوائج المحتاجين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وصحابته الطيبين الطاهرين، وبعد. عليه أفضل الصلاة والسلام. جال بنا أستاذنا الدكتور في هذه المعاني الجميلة الجليلة ليبين لنا هذا العرض الممتاز، وأن النبي الكريم قد اهتم بقضاء حوائج الناس، وأن القرآن الكريم اهتم بهذه القضية على وجه الخصوص، وأن رسالته صلى الله عليه وسلم كانت لجميع الناس، لم تكن حكرا على أحد. صحيح. دون أحد. الله يفتح عليك يا دكتور. ولكن دعنا الآن لنتكلم عن المواقف الحقيقية التي نلمسها لنبي الرحمة، كيف كان يتعامل في قضاء حوائج الناس. ورد أنه صلى الله عليه وسلم كانت الأمة تأخذ بيده ليقضي لها حاجتها في أي مكان، ولا ينتهي رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه المهمة حتى يقضي لها حاجتها. نعم. ما قصده أحد من الناس في شيء فرده مخزولا أبدا، عليه أفضل الصلاة. حتى قالوا إنه صلى الله عليه وسلم أهديت له حلة، يعني جلباب أو عباءة، فقال للصحابة فرحا بها ألا ترون ما أحسن هذه الحلة. فقام أعرابي، والأعراب دول يتصفوا بالبساطة، قال يا رسول الله أكسني هذه الحلة. سبحان الله. أهل بادية الحلة بالنسبة لهم يعني حاجة كبيرة جدا. فأعطاها له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر أن تحاك مثلها عند الخياط، يعني تتفصل واحدة نفس الخامة ونفس التفصيلة عند الخياط. ثم انتقل رسول الله وهي عند الخياط. سبحان الله. لم يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. الصلاة والسلام. حتى قال بعض المادحين ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم، لولا لا إله إلا الله لقال نعم، ما قال لا لسائل صلى الله عليه وسلم. وهذا الموقف ظهر عندما جاء إلى السيدة خديجة لما جاءه الوحي وقال زملوني زملوني، ولما تعرض للضغط النفسي من قبل قريش ماذا قالت له السيدة خديجة؟
التي كانت تدعمه ماديا ومعنويا ونفسيا رضي الله عنها وأرضاه، قالت له كلا، يعني الأمر ده ما تشغلش بالك بيه، كلا والله لا يخزيك الله أبدا. ما هذه الثقة؟ ما السر في ذلك؟ قالت إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الدار. استحالة اللي في الصفات ده ربنا يضيمه أو يخزيه، سبحان الله. يعني ده مفهوم الله أنطقها، الله أنطقها بهذه المعاني. صحيح. قالت كلا لنثبت به فؤادك، لا يخزيك الله أبدا، مثلك لا يخزى يا رسول الله. سبحان الله. لأنك تقف بجانب الضعيف والمسكين. ثم وجدنا أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه بلغ من تعظيمه لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لعبد الله بن الحسن ابن الإمام الحسين: إذا كانت لك حاجة أو أردتني في شيء فأرسل لي رسولا أو اكتب لي رسالة، فإني لأستحي من الله أن يراك واقفا ببابي. سبحان الله. شوف التعظيم والتقدير والاحترام، بالرغم من أنه كان وسط سلالة إيه؟ هو من نفس السلالة، من سلالة سيدنا عمر، كانوا على المنابر بيقولوا الله. ولكنه كان يرى هذا الشيء، يرى له قيمة، وخاصة مع أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إننا وقفنا على قصة للربيع بن خثيم، هذا الرجل الجليل رضي الله عنه وأرضاه. وكان إذا رآه عبد الله بن مسعود يقول له: يا ربيع، لو رآك رسول الله لأحبك. سبحان الله. لو شاف الصفات بتاعتك وشاف أخلاقك وشاف معاملاتك لو رآك رسول الله لأحبك. سبحان الله. وكان أي أحد من الناس يدخل على عبد الله بن مسعود يستأذن، كان يقوم له عبد الله بن مسعود ويجلسه بجواره. الربيع بن خثيم مرة رأى إنسان يسيل لعابه على فمه، إنسان لا يدري، ورآه يحتاج إلى الطعام، فأخذه إلى بيته وقال لزوجته: أعدي لنا أحسن الطعام. والعرب كان عندهم طعام اسمه الخبيص، هذا من أجود أنواع الأطعمة عند العرب، لا يصنعونه إلا لكبار القوم. شوف عبد الربيع بن خثيم قال لزوجته: أعدي لنا أفضل الطعام. فظلت طوال النهار تعد هذا الطعام، وأرادت أن ترى هذا الضيف الكبير المبجل الموقر، فنظرت فرأت هذا الذي يسيل لعابه على فمه. سبحان الله. فلما انصرف الضيف قالت له: يا ربيع، زوجته، هذا المسكين الذي يسيل لعابه كان والله يكفيه كسرة خبز. سبحان الله. وأنت يا ربيع أتعبتنا طوال النهار، طوال النهار أعد هذا الطعام، وهذا المسكين الذي يسيل لعابه والله لا يدري ما أكل، هو مش عارف هو أكل إيه. جبت له لبن ماشي، جبت له طمر ماشي، جبت له كسرة خبز ماشي، هو ما يعرفش هو أكل إيه أصلا. فقال لها الربيع: إن كان هو لا يعلم ولا يدري فإن الله يعلم. الله. سبحان الله. سبحان الله. شوف صانع المعروف تقي من مصارع سوء. نعم. صانع المعروف لا, لا, لا ينظر إلى الشخص الذي يصنع منه، ولا إلى الشكل ولا إلى المنظر ولا إلى المكانة، إنما هو يراقب الله سبحانه وتعالى، إنما هو يتعامل مع الله سبحانه وتعالى. واللي كان فيه هذا الفضل سيدنا علي زين العابدين رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا علي كان فيه ميزة عظيمة جدا، أنه كان لا يتصدق أمام الناس. سبحان الله. حتى أهل المدينة قالوا العبارة دي، سبحان الله، قالوا: ما فقدنا صدقة السر إلا بموت الإمام علي زين العابدين. سبحان الله. السجاد. السجاد. ليه؟ ما رآه أهل المدينة يتصدق على أحد أمام الناس. مال كان بيعمل إيه؟ كان يحمل جراب الخبز على ظهره ليلا، ويطرق أبواب الفقراء في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدي لكل واحد حصته. كان بيعول كم بيت؟ 100 بيت. نعم. من بيوت المدينة. وأثناء الغسل هم بيغسلوه بعدما انتقل، وجدوا هذه الآثار على ظهره، وكان يذهب إليهم ملسماً.
حتى لا يعرفه أحد. سبحان الله. فقالوا ما فقدنا صدقة السر إلا بموت الإمام علي زين العابدين. وكانت له عبارة يقول إن صدقة السر تطفئ غضب الرب. الله. ثم وجدنا حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل. أذكر معاك أنا يعني من المحبين. ربنا يبارك فيك. ومن المشاديد بتوع السيد. تفضل معالي الدكتور. تفضل. روي عن الإمام علي بن زيد العابدين أنه كانت له جارية. نعم. وكانت تصب عليه ليتوضأ من أبريق النحاس. فوقع الإبريق انزلق من يدها فشج رأسه أو شج رجله أو كذا. فلما رأت ملامح غضب على سيدنا السجاد علي زيد العابدين فنظرت إليه وقال انظر بقى. أيوه. سلالة. أيوه. المسألة مش سلالة ونسب والكلام اللي الناس بتقوله ده، لا. شربوا العلم وشربوا الإيمان. نعم. نعم. قالت له والكاظمين الغيظ. أيوه. شوف لبحة. أيوه. قالت له والكاظمين الغيظ. فنظر إليها وقال لها كظمنا غيظنا يا أمي، كظمنا غيظنا والعافين عن الناس. قال لها عفونا عنك. قالت له والله يحب المحسنين. قال اذهبي فأنت حرة لوجه الله. سبحان الله. أنا آسف. لا لا لا، ربنا يبارك فيك. يعني هو فضيلة الدكتور عايز يقول إن أهل السماحة ما فيش حدود عندهم في فعل الخير. صحيح. يعني الأمر عندهم لا حدود له. صحيح. ولذلك هذا الكلام يؤكده ما ذكرناه عن رسول الله ما قال لا قط. طبعا. ما قال لا قط إلا في تشهدي، لولا التشهد كانت لأه. نعم. برضو وجدنا أن أويسا القرني رضي الله عنه وأرضاه، وهذا الرجل هو الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيدنا عمر شغف برؤية أويس القرني رضي الله عنه وأرضاه. ليه؟ لأن رسول الله أخبر به وقال الذي منعه من اللقاء بي بره بأمه، وإدى علامة إن في موضع أبيض كده في جلده في يده موضع درهم. وكان أويس متخفيا في عوام الناس، ما يحبش الظهور، لغاية ما التقى به سيدنا عمر وقال له استغفر لي. المهم أن أويسا هذا كان في كل يوم يتصدق بما تبقى من طعامه وبما تبقى من كسائه، ثم يقول يا رب اللهم من مات جوعا فلا تؤاخذني به ومن مات عريانا فلا تؤاخذني الله. به. سبحان الله. شوف قمة الرحمة. صحيح. نزل على قد ما يقدر. نعم. قمة الإنسانية وقمة الرحمة وقمة التفاعل مع الكون ومع الكائنات ومع الخلق. لأن المؤمن والمسلم رحيم. صحيح. يتفاعل مع من حوله. صحيح. كيف تنام وجارك جائع؟ صحيح. يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكسر ماءها، كتر الماء مش هيغرمك. صحيح. وتعاهد جيرانك. افتقدنا. وبرضو حديث شريف واضح. نعم. ليس منا من بات شبعان وجاره. نعم. صحيح. 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 فقيه المدينة صفوان بن سليم الحفار بتاع المدينة اللي هو التربي زي ما بيقولوا، بيظبط القبور فوجد رأسا وجثة جسدا كما هو، فبيقول ألا تعرفه؟ فواحد معاه بيقول له ألا تعرف من هذا؟ قال له ومن هو؟ قال هذا صفوان بن سليم فقيه المدينة. والجسد كما هو. كما هو. ألا تعرفه؟ يعني أنت مش عارف مين؟ قال له من هو؟ قال هذا صفوان بن سليم فقيه المدينة. صفوان بن سليم كان فقيها في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء إنسان من بلاد الشام إلى مدينة رسول الله وقال يا أهل المدينة دلوني على بيت صفوان بن سليم. فدلوه على بيته فقال له ماذا تريد؟ قال له ما قصة القميص؟ فرجع بالذاكرة قال له ولماذا تسأل؟
قال لأنني رأيت رؤيا في منامي إن صفوان ابن سليم يدخل الجنة بسبب قميص. سبحان الله. فما سر هذا القميص؟ شوف قالوا منين، من بلاد الشام. سبحان الله. إلى المدينة عشان يعرف دخل الجنة ليه. كانوا حريص. قال له والله في مرة في ليلة باردة وجدت إنسانا يرتعد من شدة البرد فخلعت قميصي وأعطيته له. سبحان الله. شوف ربنا رضي عليه ورأى إنسان أنه دخل الجنة ببركة هذا القميص الذي أعطاه لمسكين. صدق حق. يعني شوف هؤلاء الناس تشبهوا بالرجال إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالرجال فلاح. الله يفتح عليك فضيلة الدكتور على الله الجمال، ولكن أنا لمحت ملمح خاص في كلام فضيلتك وهو جبر الخواطر. نعم. والحقيقة كنت أظن أن قضاء حوائج الناس هي مرتبطة بالأمور المادية أو الأمور التي فيها معاملات، ولكن أيضا الكلمة وجبر الخاطر لهم أثر كبير جدا في قضاء حوائج الناس. حضرتك لما سئل محمد ابن المنكدر ما هي أفضل الأعمال، قال إدخال السرور على الناس. أنا ممكن أدخل السرور على حضرتك بكلمة طيبة. صحيح. مش لازم أتكلف، مش لازم أنفق. صحيح. قضاء حوائج الناس ممكن أمشي معاك. أنت راح تقضي حاجتك أمشي معاك. صحيح. أنت تريد شيئا أو تسأل عن شيء أو تستفسر عن شيء، إن أنا أبين لك الحقيقة إزاي تمشي، اعمل واحد اثنين ثلاثة، أنا كده بقضي حاجتك. صحيح. ولذلك السيدة عائشة كانت أعدى للحتة دي. يعني حتى النصيحة. حتى النصيحة. حتى النصيحة. حتى الابتسامة. حتى الدعم المعنوي. مش لازم الدعم المادي. لا بالعكس، الدعم المعنوي أرقى وأعلى. وفي بعض الناس يقول لك أنا كنت محتاج كلمة. صحيح. صحيح. خلي شوف حضرتك. صحيح. لذلك ألمح ملمح. تفضل. ما ربنا بيقول عليه الصلاة سبحانه وتعالى بيقول أرأيت الذي يكذب بالدين. نعم. ذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض الطعام. مش الصدقة. يحض يعني أنت ما معاكش. الرسول وصلها لمرحلة إيه؟ يقول لك إيه؟ اتقي النار ولو بشق تمر. التمر صحيح. شوف الناس بتاكل. صحيح صحيح. لكن إذا ما معاكش هتاخد ثواب كبير قوي 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 في الحض. فتبقاش مناع للخير. صحيح. ما يجي القرآن يقول لك كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. صحيح. نعم. شوف. فهنا ملمح. صحيح. في غاية الأهمية، إن من قضاء حوائج الناس إنك تكبر بخطره. ولو بالكلمة. في بعض الناس هو مش محتاج الدعم المادي. هو محتاج الدعم المعنوي. صحيح. وخاصة في هذا الوقت الناس في حاجة إلى الدعم المعنوي والكلمة الطيبة والابتسامة. صحيح. والفرحة وإدخال السرور على الناس. المهم أن السيدة عائشة جاءها المنكدر الذي أنجب العلماء. المنكدر كان يذهب إلى السيدة عائشة يأخذ منها بعض المال مما يأتيها من الصدقات اللي كانت بتوزعها على الفقراء، فجاءها ولم يكن معها مال، فجاءها 10,000 درهم. أرسلت للمنكدر في الحال تعال خذ 10,000 درهم. المنكدر عمل إيه؟ ذهب إلى السوق. شوف عمل إيه؟ واشترى جارية ثم أعتقها ثم تزوجها. سبحان الله. فأنجبت له محمد بن المنكدر سيد القراء عالم، وعمر بن المنكدر، وأبو بكر بن المنكدر، الثلاثة علماء. سبحان الله. جاء رجل إلى أهل المدينة، إلى مدينة رسول الله، قال لهم معايا مبلغ من المال أريد أن أعطيه لرجل ثقة. فذهبوا به إلى أبي بكر بن المنكدر. قال لا حاجة لي بي، اذهب إلى غيره. قال لهم طب دلوني على واحد تاني. قالوا له أخوه عمر بن المنكدر. قال لا حاجة لي بي. قال لهم يا أهل المدينة شوفوا لي حد تاني يعلم. قالوا له أخوهم الأصغر محمد بن المنكدر.
قال له أخويا الكبير والأوسط صحيح. رفض، أنا رفضت. صحيح. قال لهم خلاص ما فيش إلا عائلة المنكدر. يا أهل المدينة إن استطعتم جميعا أن يلدكم المنكدر فافعلوا. سبحان الله. ليه؟ لأنه بدأ حياته بأنه جاب الجارية وأعتقها وتزوجها. شوف الإكرام، المبالغة في إكرام الناس. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. طب الأسير كافر تطعمه؟ طب الحديث يقول لا يأكل طعامك إلا تقي. قال لك مش طعام الحاجة، ده طعام الدعوة. لكن إذا وجدت مسكينا كافرا ملحدا لا يؤمن بالله ويحتاج إلى الطعام فأعطيه الطعام. وسيدنا إبراهيم لما جاءه الرجل الذي كان يعبد النار وأراد أن يضيفه، فلما علم أنه يعبد النار رفض أن يضيفه فعاتبه رب العزة. سيدنا إبراهيم جري ولا هذا الرجل، فقال له عايز إيه؟ قال له إن ربي عاتبني فيك. فقال هذا الرجل أشهد أن لا إله إلا الله، عجبت لرب يعاتب أحبابه من أجل أعدائه. سبحان الله. شوف سبحان الله، أنت لما بتقضي حوائج الناس أنت بتغير ثقافة هذا الشخص. ده الملمح المهم. لما بتكبر بخطره لو هو إنسان عدواني بتحوله الإنسان مسالم. طب أذكر أقطع الدكتور. فضل مع الدكتور. فضل حضرتك. لازم قطع ده الواحد. فضل. القصة المشهورة عن سيدنا القطب التقي الورع النقي عبد الله بن المبارك. نعم. لما ماشي في الطريق ورايح يشتري ناقة عشان يسافر بيها يحج، وكل سنة كان بيحج. أي. معاه فلوس الناقة. فإذا به يلمح امرأة على كوم من السباخ تنظف ميتة. ماذا تفعلين يا امرأة؟ قالت له أو هل أنت الذي تحاسبني؟ الله قال لي وسمح لي وقال، بعد ما قال له حرمت الميتة شوف الفقه. أي. وفهم إنها فقيه. أي. حرمت عليكم الميتة والدم وكذا وكذا، لكن قال في النهاية فمن اضطر في مخمصة وأنا في مخمصة، أنا وابني جوعى بقى منذ أسبوع ولا نجد ما نأكله، فما إن لمحت هذه إلا وقلت أخو. صرخ يا ويلك يا ابن المبارك، كل سنة تذهب إلى بيت الله وتترك أمثال هؤلاء. خدي خدي. كان يستعد للحج وكان في طريقه إلى الحج يعني. كده خدي المال روحي أكل أولادك وعيشي وانبسطي. كل الناس اللي راحوا الحج قالوا لهم احنا شفنا أي ما كانت المسألة في الرواية يعني. صحيح. بس هي الناس اللي هيستكثروها هم مش 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 عميقي الإيمان بالله ولا شديد الثقة في الله. الله يفعل ما يشاء في كل وقت يشاء وفي أي زمن يشاء وفي أي مكان يشاء. صحيح. سبحانه وتعالى. سبحان الله. آسف يا مولانا. نعم. صحيح. صحيح. ولذلك حضرتك ربنا له جنود. نعم له جنود طبعا. من هؤلاء الجنود هؤلاء الناس الذين أعطاهم الله النعم. طبعا. ولذلك سيدنا النبي يقول إن لله أقواما اختصهم بالنعم. ليه؟ عشان هم لا لمنافع العباد. مش ادالك النعم عشان تاخدها انت وتكنزون الذهب والفضة. صحيح. ولا تنفقونها. صحيح. في سبيل الله. لا. صحيح. اختصهم بالنعم لمنافع العباد يقرها فيهم يعني يثبتها وتفضل معاهم وتفضل مع ذريتهم ومع أحفادهم، يفضل معهم المال والنعم يقرها فيهم ما بذلوها طالما أنفقوا وأعطوا المسكين. فإن منعوها سلبت منهم وحولت إلى غيرهم. شوف السلب بعد العطاء، سلبت منهم وحولت. ولذلك عندنا في سورة ألا يدخلنها اليوم عليكم، هم نووا كده. سورة نون. سورة نون. لقوها ايه؟ سورة القلم. سورة القلم. دخلوا لقوها. شوف النية. انت بتتعامل مع ربنا ازاي وهو ربنا هيتعامل معك ازاي. صحيح.
ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون. والقرآن الآية القرآنية واضحة في سورة آل عمران، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. نعم نعم صحيح صدق الله العظيم. وهب لنا من لدنك رحمة. حضرتك دكتور على الله الجمال، هل هناك يعني مجموعة من النماذج التي تتحدث أو تثبت جبر الخواطر أو قضاء حوائج الناس؟ الحقيقة السؤال التالي، وهو السؤال يعني الصعب والمر في طرحه، ولكن لابد أن نتحدث عن الواقع، ونحن نتحدث في ملتقى الفكر الإسلامي، ونعطي إشارات واضحة للقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، ولكن الآن الوضع مختلف. لا أتحدث عن الجميع أو الكل، ولكن أتحدث عن البعض، يعني الخير في أمتي إلى يوم القيامة يعني بإذن الله، ولكن هناك من يصدر دائما يعني، وأقولها بطريقة بسيطة، يعني ابعد عن المشاكل ولا تتدخل في أمور أحد، ولما يكون في حد عنده المقدرة أنه يساعد الناس يبقى الفكرة أو الشطارة أنه لا يتدخل في هذا الأمر. واقع مختلف عن القرآن والسنة. فضيلة الأستاذ الدكتور محمد سلامة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذب. صدق الله العظيم. هذه سنة الله في أرضه، هي ليست جديدة ولا غريبة ولا صحيح. هي تتفاوت في بعض الأزمان. مثلا الناس الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نور رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفيهم أن يشير بشيء فيستجيب. الآن نحن بعدنا زمنيا، ثم صارت هناك مؤثرات تؤثر في الإنسان للأسف هو يستجيب فيها، والله قد أقر شبه هذه الحالة مرتين في سورة آل عمران. قال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده قل أنبئكم بخير من ذلك. وبعدين بعدها أو كان قبلها في البقرة، لا أظن في دي برضه، لتبلون في ولنبلونكم، ده في سورة البقرة قبلها، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. هذا الذي تراه هو صورة تطبيقية لما شرحه القرآن ومن الأعلم الله الذي خلق. لا 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 يجب على أي أحد أن ييأس من رحمة الله سبحان الله، لأن ممكن تبقى فترة وتزدهر فترة تانية التقوى والصلاح. طب أنت الآن في وسط هذه الكوكبة من كل هذه الإغراءات المادية والدنيوية والمالية والكلام، في مصر مثلا أنا أظن هم بيقولوا 400 ولا 500 ولا أنا بأظن أن في مصر يجي 5-6 آلاف جمعية خيرية وطول النهار قاعدين على التليفونات، وفيهم الصادق وفيهم غير الصادق وغيرهم. أنا أعرف أناسا كان الله يرحمه كان يأتي لي، الناس فاكراه رجل ساري جدا، ويأتي لي بيصلي معايا الجمعة ويأتي لي ويقول لي يعني رحنا في إحنا العشر تلاف جنيه وزعهم أنت أدرى مني، أنا بتحكوا علي الناس واللي تاخد مرة تاخد مني. أنت عارف ناس فقراء
لأنه كان عارف إن أنا مجموعة من الأهل الحي في الحتة اللي فيها المسجد. أنا دخلت مرة قعدت 3 أيام أبكي ما نمش. أسرة 6 و4 أو 5 عيال بنين وبنات في حجرة وصالة وحمام. وساعة ما دخلنا عليها كان معايا أخ يعني هو ساعي في الخير قال لي أوريك حاجة. قعدت تدعي له الحاج شعبان الله يبارك فيك تصدق بالله حاج شعبان ما معانا فلوس نجيب عيش من امبارح. كان الناس دي تدفع بتجيجي ولحد وقت قريب يعني احيانا برضو هو الراجل توفي وولاده انصرفوا ولكن في مناطق تانية بيعملوا انا اذا لم يفعلوا اللي قدرنا عليه اللي قدر عليه الحقيقة يعني الله نفسا إلا وسعى الحقيقة يعني هناك نماذج كثيرة جدا صحيح صحيح وفي القرى وفي البلاد والمشكلة بقى يا أستاذ ده في الفقراء الذين ينتابهم الجشع يعني أنا فقير دكتور محمد دكتور علي أو على الله الأستاذ ده بيتصدقوا علي يبقى أستغني ما أسألش الناس إلحافا ليه أسأل الناس إلحافا كمان أنت هكذا ستفقدين تعاطفي معك صحيح وأنا بقولها لكل الناس أنا بقولها صح الناس ممكن تعاتبني فيها لا ما تديش المتسولين ويقول لك لا ما الرسول والقرآن قال ابن السبيل أقول له لا ابن السبيل لازم المؤمن كيس فاطن إنما أنا مش أفوت كل يوم أنا عندي على الكورنيش كل فتحة وراسية قاعدة واحدة ست لا أصلا هي تحولت إلى مهنة يعني إنما ابن السبيل ده أنا راجل جاي أهو العباسية الناس في الطريق خدوا مالي يا دكتور على الله والله حصل لي كذا تمام هنا المسألة ده ابن السبيل إنما ربنا في القرآن يا سادة يا مشاهدين حدد من يستحق الصدقة قال للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا يبقى لما اللي بيسألوا إلحاف دول لا يستحقون وأنا لا أفعلها في الطريق أبدا لو مات حوالي إنما ربنا كرمني وعارف مجموعة من الناس اللي ربنا بيقدره اللي هو ربنا بيقدره المتعففون الذي نفسي بيدي أني لا أتكلم عن شيء فعل إنما أنا أتكلم عن هداية ربنا فقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحان الله حفظكم الله معالي الدكتور محمد سلامة ولكن سؤالي لفضيلة الدكتور على الله الجمال عن الفضل الكبير من قضاء حوائج الناس والحقيقة هناك أبواب كثيرة جدا ونصيحة من فضيلتك في النهاية عن الإقبال على قضاء حوائج الناس وأيضا السعي في قضاء حوائج الناس الحقيقة حضرتك أنه قد ورد هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم فإكرام الضعيف وإكرام أصحاب الحاجات هذا انتصار ورزق وفتح وخير من الله سبحانه وتعالى الوقوف بجانب الضعفاء ليه؟ لأن الضعيف ليس له إلا الله سبحان الله لأن الضعيف لا حول له ولا قوة الضعيف من الذي يقوم على خدمته ومن الذي يقوم على رعايته إن لم نكن نحن الذين أعطانا الله هذه النعم ومنحنا الله القوة أن نقوم على خدمة هؤلاء الضعفاء سبحان الله صحيح والله سبحانه وتعالى جعل هؤلاء سببا لاتساع الأرزاق وسببا لنصرتنا وسببا لرفعتنا لكن إذا شح الغني وبخل ولم ينفق فإن الله سيحاسبه وسيسلبه هذه النعم ونقول جاء في الحديث سبق درهم 100,000 درهم درهم واحد سبق في ثوابه
100,000 درهم. وشرح النبي هذا الحديث قال: رجل كان له درهمان أنفق واحدا وأبقى واحدا لنفسه. إنما اللي طلع 100,000 عنده مال كثير. صحيح. مهما أخذ الإنفاق وقت الحاجة. سبحان الله. أنا أحتاج إلى الرغيف وأنت تحتاج إلي. أن أقدمك على نفسي. سبحان الله. وهذا من أعلى درجات الإيمان، الإيثار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ولذلك أستاذنا الدكتور يعني لما أتكلم عن المتسولين أو الذين يتسولون أو من يسألون إلحاحا، أن بعض الناس من هؤلاء قال: أين الذين كانوا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ خصاص. بيقول له بقى، بيحرك مشاعره عشان يطلع حاجة يديها له، قال له: ذهبوا مع الذين لا يسألون الناس إلحافا. سبحان الله. سبحان الله. يقول له فين الناس الذين كانوا يؤثرون على أنفسهم. صحيح. فنحن فعلا بإزاء قضية في غاية الأهمية جدا خطيرة. الفقير المتعفف. صحيح. الله يفتح عليك يا دكتور. نتحرى عنه. صحيح. صحيح. نبحث عنه. صحيح. اللي بيسأل كده كده ربنا بيغنيه. صحيح. وإذا أغناك الله أيها السائل فلا تكسر، لأن هذا السؤال سيكون عارا يوم القيامة عليك. نعم. ستفضح. إن أخذت ما ليس لك وأردت أن تصبح هذه مهنة، الله سيحاسبه. أخذت ما يكفيك فاقنع. وأعطي الفرصة للفقير المتعفف الذي لا يسأل الناس ولا يذهب في الطرقات. سبحان الله. والمجتمع واجب عليه يا أستاذ تامر، واجب عليه أن يتحرى هذا الفقير المتعفف. لا بد وأن نبحث عنه. لا بد وأن نبحث عنه. صحيح. وهل ترزقون؟ أعيد الحديث الثاني. وتنصرون إلا بضعفائكم. بدول دول هم فيهم السر، فيهم البركة، فيهم الخير. ومن تعامل مع الله وجرب هذه المسألة وأنفق، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما نقصت صدقة من مال. صحيح. والله يقول: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وقال: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. يبقى هو قادر يأخذ منكم تاني. لأنه أنتم مش أصحاب الفضل. صحيح. هو مال الله. الله الذي أعطاه. ما نقصت صدقة من مال. صحيح. فإذا حسبتها بالعقل مش هتيجي، لكن إذا تركتها على الله وأعطيت الفقير والمحتاج وبحثت عنه وقمت بالتحري عن الفقير المتعفف، الله سبحانه وتعالى سيغنيك من فضله. اللهم أمين. ولكن سؤال كمداخلة فضيلة الدكتور: هل الإنفاق فقط في وقت الرخاء، في الوقت الذي أمتلك فيه مال كثير، ولكن هناك جانب آخر أعطي في وقت الضيق؟ نعم. حتى يأتي الفرج من رب العالمين. الله سبحانه وتعالى قال لصحابة رسول الله: لا يستوي منكم من أنفق قبل الفتح، اللي هو فتح مكة. أيوه. ليه قبل الفتح؟ اللي أنفق قبل الفتح كان الإسلام ضعيف، وكان النبي مضطهد هو والصحابة، وكانوا في حاجة إلى المال، وكانوا في فقر وعناء شديد. فاللي طلع جنيه أو رغيف عيش أو طلع صدقة أو سد حاجة الفقراء كأهل الصفة مثلا، اللي أنفق في هذا الوقت أفضل بكثير من أنفق بعد الرخاء. صحيح. وبعد ما فتح الله لنبيه الفتوحات. لا يفتح عليك يا دكتور. وكسر مال النبي وكسر مال أصحابه. لا يفتح. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. إن نفق في وقت الحاجة أعظم عند الله بكثير من النفقة في وقت الرخاء. نعم. الله يفتح عليك فضيلة الدكتور. نعم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين وآتى المال على حبه. هو محتاجه. أيوه. هو عايزه. دي قمة علامات الإيمان. صحيح. ليس البر تولوا وجوهكم قبل. الحقيقة هو انتهى وقت هذه الحلقة من ملتقى الفكر الإسلامي، ولكن كما تحدثنا عن قضاء حوائج الناس وتفريج الكربات، لابد أن نتحدث عن جزئية بسيطة يساء استغلال
قضاء حوائج الناس في أمور مخالفة للقانون، يعني في المصالح الحكومية يتم تسهيل مجموعة من الأمور تحت بند أن هذا الرجل يساعد الناس في قضاء حوائجهم. نوضح هذا الأمر حتى يكون هناك استبانة للمعنى الحقيقي والراقي لقضاء حوائج الناس. الحقيقة أستاذ تامر، نحن بحاجة إلى مزيد من الوعي لتغيير هذه الثقافة المجتمعية. صحيح. التي نشأ عليها يعني الكثير من الناس. لأننا إذا عودنا الموظف على ذلك أصبحت مهنة ثانية له. ولذلك بعض الموظفين يقول أنا أشتغل على قد فلوسهم. لا، الله سبحانه وتعالى استأمنك على قضاء حوائج الناس، وأنت رضيت بهذه المهنة وبهذا العمل مقابل هذا الأجر. ما ينفعش أن أنا أقول أشتغل على قد فلوسهم، وما ينفعش أن أنت تطلب ما ليس لك أو تتكسب من خلال هذه الوظيفة وتعطل مصالح الناس. لأني الذي يعطل مصالح الناس هو يؤذي الناس، والذي يؤذي الناس هو يبارز الله سبحانه وتعالى بالعداء. حقيقة يعني موضوع جملة واحدة في لحظة واحدة، ويؤذي نفسه الله وهو لا يدري. وهذا أحسن ختام لهذه الحلقة من ملتقى الفكر الإسلامي. أتشرف بوجود ضيفي الكريمين فضيلة الأستاذ الدكتور محمد سلامة، الأستاذ بقسم اللغة العربية جامعة حلوان، وأيضا دكتور على الله الجمال إمام مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة. مشاهدينا الكرام، انتهت هذه الحلقة من ملتقى الفكر الإسلامي، وكما تحدثنا في هذه الحلقة عن قضاء حوائج الناس، لا بد أن يكون لك حال مختلف وقربة من الله عز وجل، علها هي المنجية في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. ألقاكم دائما على كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.